من بيروت إلى عمان، تحية لكل مشاهدينا الأوفياء بالأردن بمناسبة العيد الوطني الأردني. وهالحلقة عربون محبة وشكر على ثقة المشاهدين فينا بالأردن ووفاء للبرنامج. من غسيل الصحون إلى إدارة الفنادق إلى سقف العالم، مشوار من الخيبات والأمال والأحلام المستحيلة بدأت بحلم غريب وانتهت على أعلى قمة جبل على سطح الأرض. رحبوا معي بمتسلق الجبال وأول أردني على قمة جبل أفرست، مصطفى سلامة. كيفك؟ الحمد لله. ماشي الحال؟ تمام. كيفك؟ والله أنا كثير مبسوط إنك جيت. الله يخليك. مصطفى سلامة الرجل اللي اول ما شافني قال لي كان مفكرني اطول من هيك، انا كنت مفكرك اقصر من هيك. بعرف اللي عامل ايفرست مش صعب عليه بيروت. شكرا لانك جيت على الرغم من كل التحذيرات، خاصه جيت من بريطانيا انه بيروت مش امنه. لا بالعكس، يعني اول شيء انا مكيف اني ببيروت، وبيروت بتضلها بيروت ما تغيرت. يعني بالعكس ما شفت شيء. طلعت اليوم الساعه 6 الصبح عم بركض على الكورنيش، والمبارح بالحمرة للساعة 11 12 بالليل ما في شيء. وعم بسبح برضه بالبحر. كيف ميت؟ بارد شوي. بارد شوي. بدك ترجع تجي هيك بعد شهر. بس بتضلها ادفى من المحيط. اكيد اكيد. نعم. شو اهم شيء على بالك اليوم تقوله؟ ايه يعني اول شيء بدي احكي عن مشروع اللي هو من اخفض نقطة في الارض لاعلى نقطة في الارض للسرطان، لمركز حسين للسرطان. يعني هاي حلمي اللي هلا عم ببلش فيه. نعم. مشروع لل 2013 بشهر 4 2013. نعم. راح مجمع انا 16 اردنيين موسيقيين مع ممثلين ورياضيين وبزنس بيبل. نعم. مجمعهم مشان نبدا من اخفض نقطه بالارض. نعم. البحر الميت لاعلى نقطه. نعم. عم نشوف الشعار كثير حلو كمان. من أوطى نقطة بالعالم إلى أعلى نقطة في العالم في الكانسر. أهلا وسهلا فيك. شكرا جزيلا. مصطفى من بيروت، تفضل. شكرا شكرا. لأي ملاحظة أو تعليق zevenonline.com. سيرة انفتحت. برحب مرة جديدة بالبطل الأردني متسلق الجبال مصطفى سلامة. للمشاركة بالحوار فيكم تتواصلوا معنا مباشرة على الهواء على الأرقام والعناوين الموجودة على الشاشة zevenonline.com، فيسبوك، تويتر، وطبعا السكايب. أرقام التليفون هي 01484870 أو 01484880. فيكم تحضروا هالحلقة هلأ أو بأي وقت تاني مباشرة على الهواء عبر zevenonline.com، وفيكم تشوفوا أبرز المقتطفات عبر اليوتيوب. ضيف الليلة وبسيريا وانفتحت وببيروت عم يحتفل بأربع سنين على وصوله إلى أعلى قمة جبل بالعالم ليكون أول أردني على قمة جبل أفرست، وكمان حاليا هو عم بحضر حاله ليهزم أسطورة القمم السبعة بتموز المقبل، يعني بعد شهرين. وهلأ أنت بخضم تحضيرات صعبة جسدية ونفسية، يعني فينا نعتبر هلأ بيروت استراحة. استراحة. بس طلعت أركض الصبح كمان. نعم. يعني لسه، بس أكيد كانت كتير يعني فرحة حلوة. وهلا هذا هوا كورنيش البحري يمكن يعطيك كثير. هاي مبين عليك. مصطفى، رح بلش من الآخر، من الرحلة اللي هلا عم تبلشها، اللي هي آخر قمة اللي بتخليك تكون عملت القمم السبعة. وين هاي؟ رح تكون بالقارة الأسترالية، يعني الموقع تبعها بيكون في إندونيسيا. ارتفاعها 18300 قدم. رح تكون صخرية، الجبل رح يكون صخري،
وراح تسلقها في 17/2012. هي اصعب تعتبر او هي مش يعني مش اصعب، هي مش عاليه كثير، يعني الاصعب كانت ايفرست وغيرها اللي هي ارتفاعات اللي بتكون بعد 8000 متر، هاي 18000 لانها صخريه وانا ما مش متعود على الشيء الصخري، فعشان هيك صار لي تقريبا سنتين عم بقرا. عم نشوف وراك القمم السبعه اللي هن يسموا قمم سبعه لانه بكل قاره قمه، واللي بيعمل هاي القمم السبعه الاعلى بكل قاره بيكون حقق اسطوره القمم السبعه. والقمه هلا اللي هي بالقاره الاستراليه هي اللي بيميزها انها صخريه، بس كمان مثل ما قرات انه في غابه بدك تمرق فيها. ايه طبعا. وانه في حيوانات مفترسه وفي يعني الحراره بتلعب كثير بين برد قوي وحر قوي. يعني هي بشهر مشان بشهر 10 بتعرف بشهر 10 بتكون يعني تقريبا صيف باستراليا، لما تدخل بالغابات بدها تكون حر، راح تقابل انت ناس صار لهم عايشين من مئات السنين لساتهم بنفس يعني القريه اللي عايشين هناك لساتهم بنفس المنطقه اللي كانوا عايشين فيه قبل 200 سنه، بدك تعبر من هذول الناس، وبعدين بدك بعد ما تعبر من الغابه بدك تطلع على البيس كام، بعدين بدك تتسلق شوي شوي لصخري، ففي لها مكونات غير عن الجبال الثانيه ما بتوصل وكلها الجبل. هاي راح تاخذ تقريبا ثلاث اسابيع. ثلاث اسابيع. طب بس تعملهم القمم السبعه بتكون من 100 بالعالم اللي يعني تحت ال 200 يعني تحت يعني تقريبا 200 هلا 200 وشيء اللي تسلقوا بس يعني مش اكثر. نعم. في المشروع الثاني اللي حكيت عنه بالبدايه كمان لنيسان 2013 اللي هو يعني عم تعتبر انه هذا مشروع وطني اردني لدعم مركز الحسين للسرطان بعمان ومساعدة مرضى السرطان والتوعية حول السرطان، هيدا كمان وين حاطه بالأجندة؟ يعني هاي هلا التجهيزات خلصت تقريبا، هو بدنا نجمع 1 مليون دولار لمركز الحسين للسرطان. هلا التيم الفريق كمل 16 واحد، في منهم الأستاذ نبيل صوالحة، جاكي صوالحة، الأستاذ ماهر قدورة، ديالة دباس، يعني كلياتهم ناس معروفين شخصيات يعني بالأردن فنية وموسيقية طبعا. رح يقدروا وين رح تتسلقوا؟ رح نروح على إيفرست بيس كام اللي هو سطح الجبل تبع إيفرست. في الأستاذ نبيل صوالحة 72 سنة عمره، بس يعني ما شاء الله عنده فتنس قويه، وعم بجهز هلا يعني انتم مش المشروع تطلع على قمه ايفرست، مش على القمة على سطح الجبل، على سطح الجبل 17500، يعني اكنك انت واقف على اعلى قمه باوروبا الغربيه. نعم. وكيف راح تجمعوا المصاري من تبرعات؟ هلا راح يكون في عندنا بليدج بيج موجوده، هلا كل واحد من التيم بيدفع لحاله، بس كل شيء عم بده يطلع يعني عم نعمل بليدج بيج، كل واحد بيعمل فيديو دقيقه ونص وبحكي للفانس تبعونه، واحنا كمان رح نعمل شغلات ثانيه بالتلفزيون ويعني رح نكبرها طبعا بالفيسبوك بتويتر، يعني بنخلي اكثر ناس تعرف، واذا بده يكون في اي سبونسر بيقدر يحط المصاري في صندوق مركز الحسين للسرطان. ومعتبر هيدي انت شو اللي يعني رد الجميل الى الاردن او طبعا هو مش بس رد جميل، انا يعني لما رحت على مركز حسين للسرطان وشفت الاطفال هناك شفت هذا اقل شيء بقدر اسويه يعني، وشفت قديش في زي سمو الامير دينا وسمو الامير غيدة ايش عم بيسووا، وحسيت شيء طبعا اكيد وطني لازم اسوي شيء للاطفال. نعم. من اعلى قمم العالم نزلت مباشره للجامعه، رجعت على مقاعد الدراسة يعني بعد سنوات، هلا عم تدرس ببريطانيا التعليم في الهواء الطلق. نعم. شو الهدف؟ أول شيء الهدف، أنا بتعرف كنت بشتغل في سياحة الفنادق أو إدارة الفنادق، يعني درست اشتغلت فيها لسنين طويلة، وبعد ما بلشت أعمل التسلق وبلشت بالتسلق شفت انه طلعت يعني روحي مش في اداره الفنادق، صارت بدي اعمل شيء ثاني، وبدي كمان يعني الدراسه هاي بتفيدني اني ارجع على الاردن
وأفيد في عنا إحنا بالأردن كتير يعني مناطق سياحية رائعة زي وادي رم مثلاً، بفقد يعني بنفقد شغلات كثيرة، فبدي أحاول أروح إن أقدر أعمل شيء هناك. قبل ما نتوقف مع أول أو تاني استراحة إعلانية، عندنا يعني مجموعة كبيرة من التعليقات على الحلقة. أساساً أنا وياك مبلشين الحلقة من امبارح، رح أخذ أول اتصال من بيروت. جورج مساء الخير. بونسوار زفان، كيفك؟ تفضل يا هلا. ماشي الحال معك، جورج مخيل من تيم لبنان. نحن كمان فريق لبناني عم نتسلق ال 7 سمتس، وكنا عم نعمل اكونكاجوا كمان بالارجنتين من 3 شهور بشباط عملناه، وعندنا هلا اهبس. فبما انه بالصدفه هيك شفت الحلقه اليوم، حابب اول شيء هنيه على المبادره اللي عم يعملها. شكرا. وبالاخص انه عم يعملها ليعمل فند ريزنج لجمعيه خيريه. شكرا جورج. شكرا لك جورج. استراحة ونرجع من كفة الحلقة من سيرة وانفتحت. لأي ملاحظة أو تعليق zavanonline.com. سيرة انفتحت بحلقة عم نرجع فيها إلى العالم العربي بعد طول انقطاع ويعني غرق في المواضيع المحلية اللبنانية، والباب اللي اخترناه هو باب الأمل والحلم مع البطل الأردني اللي قدر يغير معنى كلمة مستحيل بقاموسه. من شخص ما له جلادة ينزل من التخت إلى أول أردني على قمة جبل إيفرست الليلة مع مصطفى سلامة، عم نسترجع قصة الحلم اللي غير حياته وجعلته من النخبة القليلة بالعالم اللي وصلوا إلى سقف العالم. قبل ما نحكي عن حلم مصطفى بقمة إيفرست، سألنا مشاهدي سيرة وانفتحت عن أحلامهم. حلم مجنون لإلي اتجوز، وصعب اتجوز. مجنون لكن هي بلا أحلام العالم جنة. أكبر حلم نطلع من هالبلد. بحلم أنه جيب سيارة وألغمها وأسرع فيها هناك. سيارة خاصة بس هيدي طير هيك ريح حالي من كل شيء. بصير معي مصاري كثير يمكن. حلم مجنون وان شاء الله بيصير، وهيك كلنا نضلنا نحب بعضنا وتروق الدنيا وروق كل شيء بالحكومه ويضل لبنان، وهيك رح يضل يعني. مع انه اليوم العالم العربي عم بيعيش يعني الحلم الكبير بتغيير ما، بس بتلاحظ انه يعني احلام الفرد العربي صغرت اليوم لمستوى بيت وزواج، بطل في احلام مجنونه عم بيعيشوها الافراد العرب. عندك هالشعور؟ انا هالشعور عندي ما عندي يعني بعرف انه كل واحد بخبرتي انا، اذا بتحلم بحلم اذا انت يعني حاسس فيه من قلبك بتقدر تسوي، ما في شيء مستحيل. انا بال 2004 حلمت اني تسلقت ايفرست، ما كنتش اعرف اتسلق، ما نمتش بخيمه قبلها، ما كنت اتدرب، ما كان عندي اي فكره على موضوع التسلق، او ما كنت اعرف اصلا قديش ايفرست كان ارتفاعها او وين ايفرست بالضبط. بعرف بالهيمالايا بس وين باي مكان ما كنت اعرف ابدا، يعني كان زيرو خبره 100% زيرو، ما كنت بعرف. هو عن جد حلم يعني حلم انت ونايم حلمته، او حلم انه هيك عم تحضر تلفزيون طلعت الفكره؟ لا صحيت، انا كنت بشتغل بشيراتون هوتيل بأدمرا بسكوتلندا، كنت مدير طعام وشراب هناك، كانت بتعرف الشغل الفنادق 11 12 ساعه عم تشتغل. برجع على البيت، انا بتذكر التاريخ كان 12/1/2004، وبقوم من النوم هيك شفت حالي على اعلى قمه في العالم، وبس ضربت براسي قلت بدي احقق الحلم هيك.
هيك. وانا كان من جواي بدي اسوي شيء، يعني من جواي كان بدي اعمل شيء. يعني بعد ما خلصت انا دراسي، درست انا بكالوريوس باداره الفنادق من اسكتلندا واشتغلت، بس هيك كان في شغله بدي اسويها وبدي اسويها الي. ولما حلمت بهالشغله فكرت اني اسوي شيء كمان للاردن. وكيف يعني بلشت؟ لبلدي. من وين بلشت؟ بلشت في مدير البنك، مدير الفندق اجى عند الموظفين عم بيقول لهم احلمت بأفرست، كانوا عم يتمسخروا عليك؟ كان متمسخروا اكيد، ما كان حدا ماخذني جد اصلا. يعني قلت اهم شيء اول شيء بدي انزل على عمان اشوف، لانه هاي الشغله بدها اول شيء دعم وبدك تخلي الناس تامن فيك انها تعطيك. المهم نزلت انا بالطياره برسم هيك رسمه عليها العلم الاردني وجبل، وحطيت العلم الاردني وحطيت بالانجليزي هيك مكتوب سبونسر مصطفى سلامه علشان يتسلق لك ما في العالم. انا بتذكر مره لما نزلت عمان وطبعنا حوالي 3000 طبعه هيك. الصوره موجوده هلا بنشوفها كهين. نزلت انا بتذكر دائما هالموقف. في عندنا جبل اسمه جبل المريخ بالاردن، هي هيدي اللي صرتوا توزعوها. ايوه هاي بروشور. ورحت على جبل المريخ، رحت على جبل المريخ، دخلت على دكان هيك وقلت له عمي مرحبا بدي ألزق هاي على الأزاز. قال لي ايش هاي شو مكتوب عليها؟ قلت له مكتوب عليها أردني سلق إيفرست. قال لي طب تمام تفضل، والله شيء مشروع منيح ولا يهمك، طيب قديش بتكلف هاي؟ قلت له حوالي 60,000 دولار او شيء. قال لي عمي صار لي 23 سنة طالع نازل على جبل المريخ، ما حدا قال لي الا يا خذ هاي ضلك طالع حل عني. المهم اخذتها وطلعت وقعدت افكر هلا انه يعني اكثر شيء لازم اشوف بدي اروح لجلاله الملك. يعني ما في، انا بعرف انه جلاله الملك كثير بشجع الـ 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 الشباب الاردني علشان يسوي الحلم المستحيل. وانا بتذكر بتطلع على مقابله للملك بيسالوا تبع السي ان ان عن بالاردن، فبقول لهم انه دائما لما تروح على اي بالاردن تقول لهم شو رايكم نسوي هاي، بقول لك قال له شو هاي تزبطش يعني. فانا قلت بدي اضبطها، بدي اعمل شغله تكون يعني لانه خلص ضربت براسي 100% وبدي اسويها. وكنت جاهز يعني جسديا؟ ما كنت جاهز، ما كنت، شوف اقول لك جاهز جسديا، ما كنت جاهز جسديا يعني. عم الفكره خلص اتحمست لها كثير واخذت انا اسبوعين عطله ورجعت، يعني رحت على عمان علشان اشوف واحد بقابله اسمه قيس الياس تبع جو ماجازين، وبكتب عني تقرير هيك مرتب ايمن فور ايفرست، وحطوني على الصوره، حطوني على الغلاف. بعدها بتقريبا اسبوعين بيجيني تليفون انا من الديوان وبقولوا لي تعال خلينا نشوف ايش بدك. وطبعا رحت على عمان وقال لي حتى اللي قابلته اسمه معين خيري، معين خوري، قال لي انا طالع على طلعت انا على 17,000 طلعنا على المناطق هاي وكذا، فطلع بعرف اكثر مني. انت بعد يعني كان انه اللي بتعرفه هو معلومات قراتها يعني من الانترنت انه هيك عم بيصير اصلا، ما لا تروح محضر يعني اذا سالوك شي سؤال طبعا كل سؤال كنت محطوط بالشي اسمه، بس يعني طلع هو بيعرف بالشغلات الثانيه. شو قال لك؟ قال لك يا ابني روح على شغلك. قال لي احنا بدنا نعطيك يعني فرصه نشوف ايش تقدر تسوي. رحت تسلقت، قال بتروح على نيبال ومعك على التبت، وبعدين بدك تطلع على شمال امريكا الاسكا. اذا تسلقت اعلى قمه في شمال امريكا بناخذك بعدين، يعني بنصير نبلش معك مزبوط مشان نعرف انك بتقدر تسوي هيك شغله ولا لا. بلشت لما هلا بهالوقت انت تركت شغلك لا انا ماخذ عطله، يعني المدير طلعت كثير رائع وقال لي اوكي بنعطيك اللي هم 3 اشهر بدون مرتب. لا. روح شوف شو بيصير معك. يعني امن فيي مديري، امن فيي كثير لاني اشتغلت معه انا لسنين. طلعت بدي اشتري العده طبعا، هلا انا عمري ما دخلت على محل تبع عده او بعرف شيء. دخلت ومعي الليسته هيك واعطيتها لتبع المحل، قال لي ايش هي؟ قلت له بدي هيك. قال لي ايش الكربينه بدك اياها ولا اي ساكس؟ عادي سمي لي شغلات عمري ما سمعت فيها انا. قلت له شوف بدي تفرجيني كل شيء بالليسته عشان اعرف شو هي بالضبط. المهم اخذت هالشنتتين وطلعت على نيبال، يعني كانت اصعب شيء. خليني اقطعك ناخذ اتصال وبنرجع عم نكفي، بس عم بتخيلك الزلمه عم ببيعك يعني الادوات وانت مش عم تعرف شو هن. لا ما كنت اعرف. نعم. رندا من عمان مساء الخير. رندا مساء الخير.
يبدو رندا بطلت معنا. اذا حضرت حالك، حضرت الشنطه، حضرت وطلعت على نيبال، انضميت مع فريق وبلشت. يعني كانت صعبة كتير أول رحلة، تاني رحلة نفس الإشي، طلعت على تيبت بشهر 5، وكانت الرحلة اللي أنا بدي يعني أعمل المستحيل فيها اللي كانت ألاسكا. طلعت ألاسكا الجبل 21300، يعني اللي هو أعلى جبل في شمال أمريكا، طلعت عليه. وأنا كتير ناس بيسألوني كيف تسلقته، لهلا أنا ما عم بعرف. بعرف إنه إشي وحيد أنا كان من جواي، هاي الإشي اللي راح يغير حياتي كلياتها، واللي راح الناس ياخذوني جد. بعد ما تسلقت أعلى قمة، يعني أخذت وقت 3 أسابيع. طبعاً بتذكر بالصور، بتذكر بالفيلم اللي صورت وكذا، بس بعرف إنه كنت أكني عايش. طب قدي حضرت الله هل؟ ما كنت محضر أبداً. ما في تحضير. بقول لك من نيبال طلعت للتيبت، ومن تيبت على السريع لشمال أمريكا. ما في كان تحضير، ما في. خلينا هلا ناخذ رندا. رندا مساء الخير. الو، تفضلي. مرحبا. يا هلا، تفضلي. زبان معك رندا الزورة. انا بدي احييك اول. طبعا انا طلعت معك على البرنامج انا وزوجي ماهر. يا هلا يا هلا، كيفك؟ عمول الصوت بعرفه، كيفك ستنا؟ الله يخليك يا زبان، الله يخليك يا رب. وبدي احيي مصطفى سلامة، واحيي الشعب الاردني اللي طلع منه هيك شاب، اللي بيخلي كل الشباب يكون عندهم حلم. لازم كل شاب يكون عنده حلم، وكل شاب يسعى لتحقيق الحلم هذا. يعني مصطفى مثال للشباب انه مش عيب الواحد يكون يشتغل جرسون او بمطعم او وات ايفر، المهم انه يحقق الحلم اللي عنده. فانا فخوره فيه كثير كثير كثير، وانا فخوره فيه اكثر انه عم بيعمل هالحمله لجمعيه السرطان اللي هي تستاهل كل دعم من الجميع. وانا ان شاء الله اول وحده رح ادعمكم انا وماهر، بس بترجاك مصطفى ترجع لي ماهر بالسلام، لانه عرفت انه طالع معك هو. لأي ملاحظة أو تعليق zavanonline.com. إذن عودة إلى سيريا. منفتح الضيف لليلة هو البطل الأردني مصطفى سلامة، أول أردني على جبل إيفرست، وعم يحضر حاله هلأ ليحطم أسطورة القمم السبعة. وبدنا نسأله بعدين شو في ماذا بعد القمم السبعة. عم نتلقى اتصالاتكم على الأرقام والعناوين الموجودة على الشاشة، وبياخذ اتصال من البرازيل. مساء الخير وليد. ايمن تفضل. الله معك. يا هلا سعيد. تفضل. بنحييكم وبنحيي البطل كمان، البطل العربي اللبناني الاردني اللي وصل على اكبر قمه بالعالم. شكرا. وبنقدم تحياتنا كليتها لجميع الدول العربيه، وخصوصا الدول اللي عندها مشاكل، وبنطلب من الرب عز وجل انه يخلص هالمشاكل كليتها. وبنحيي كل اخواننا بالاردن لانه بطل عربي وبيض وجه الدول العربيه كليتها. ونحن من هون من البرازيل دائما في الاتصالات معاكم مع الوطن العزيز ولجميع الدول العربيه. وبنهني هالبطل بوصوله على اكبر قمه ويحقق مهماته المستقبليه باذن الله تعالى. ونحن من هون نشجعكم دائما، ونتشكر تلفزيون المستقبل على البرامج الحلوه اللي على طول نحن بانتظاركم هون، ونشوف صورتكم هون على الشاشه هون في البرازيل. شكرا كثير لكم. شكرا لك. من بلدة البيري. شكرا لك ايمن. صرنا زمان مش اخذين تليفونات من البرازيل، يبدو هيك مشاهدينا اليوم محمسين. كل شخص عنده حلم، بيكون احيانا حلم غريب، حلم مجنون، بس كمان يعني ملاحقه الاحلام المستحيله شيء من الجنون. ما فكرت بهالشيء انت وعم تغير حياتك؟
طبعا انت ما بتفكر بشيء الا بتشوف الناس اللي حواليك اللي بيقولوا لك انه هاي شيء مجنون، بس انت لما تبلش فيها خلص ما انت حاطها بعقلك، وبعدين لازم تغير شغلات كثير عشان تقدر تحقق الحلم. في آية كثير انا بحبها بالقران تحكي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، صدق الله العظيم. اي شيء بدك تغيره لازم اول شيء تغير بنفسك عشان الناس كمان تشوف التغيير هاي وتقدر تساعدك. انت لما بلشت تغير بنفسك من شو اول شيء بلشت؟ تدخين يعني قطعت الدخان يعني هيك تقريبا، وبعدين بلشت اتدرب، بلشت مثلا انام من الساعه 9 بدل الساعه 2 الصبح واقعد على التلفزيون طول اليوم مثلا ما يكون معطل، يعني غيرت نمط حياتي كلياته، وعرفت انه الشيء الوحيد اللي راح يوصلني للهدف هاي انه اكون هون 100%، بدي اكون هون 100%، بدي اكون جسمي كمان 100%. نعم بتبلش بعقلك بعدين جسمك. هلا ما دام انت جسمك مهيئ بتكون انت هون يعني بسلام، بس جسمك فيه شغله ما بتكون بسلام، فعشان مين بيقود الثاني؟ جسمك بيقود عقلك او عقلك بيقود جسمك؟ طبعا عقلك بيجو يعني العقل هو الشيء الاهم بكل شيء. طبعا بس الجسم مش جاهز للعقل ما بيقود. طبعا اكيد يعني بدك تكون مجهزه لو شو كان معك، يعني في ناس بيكون معاه مثلا لا سمح الله امراض او شيء بس بيكون هون قوي جدا ويعني طبعا بيطلع. انت شو كنت حاسس ناقصك يعني لما امنت بحلمك المستحيل؟ شو كان ناقصك بحياتك؟ يعني ما كان يعني لانه انت اللي كنت انجزته كان يعتبر كمان تحدي كثير كبير، من عامل بجلي الصحون لمدير بفندق ببريطانيا، يعني كمان هذا يعتبر انجاز كبير. صح. بدك تعرف انا عشت برا من 92 وظلت اخبار يعني اخبار بلدي الاردن ظلت معي، وكنت يعني حسيت عايش انا هناك، ومن الاخبار اللي بتسمعها وبنشوف ايش عم بيصير بالعالم العربي كنت بدي اسوي شغله تعمل تغيير، مش تغيير يمكن لو تعمل للاطفال او الاولاد اللي بعملهم انا شغلات بالمدارس تغير فيهم شغله بكون انا قدمت شغله وطنيه، وكمان انه اعمل شغله لنفسي انا اني انا كثير كنت حابب بدي اعمل شغله تكون هيك سبستانشال، بدي اعمل شغله تكون كبيره مش علشان اصير معروف ولا فيمس، لا بس بدي شيء كان ناقصني شغله بدي اسويها. وصلنا على ايفرست اول مره امتى جربت تطلع؟ 2005 بشهر 4 2005 وطلعت، كنت انا طلعت مع تيم يعني طلعت مع شركه وكان فيها جايد، كنا تقريبا 16 واحد، وقضيت على الجبل تقريبا شهر ونص وصلت على 23,000 قدم، وصار معي كان انا معي من زمان زي قرحه وما كنت منتبهلها كثير، كان عندي وجع بركبي واخذت هيك حبه اثرت علي كثير وصار معي نزيف على 23,000 قدم، ويعني انزلت لانه ما كان يومي اني اموت، بس يعني كانت في خطوره كبيره، ونزلت على البيس كام بعد ما ساعدوني تقريبا 10 من الشيربا اللي هم تبعون اهل الجبل، ونزلوني على السطح الجبل، وبعدين طلعوني بطياره هليكوبتر لكاتماندو، بعدين طلعت على عمان. والمره الثانيه كمان ب 2007 صار معي بتشيس انفكشن، يعني التهاب صدري صار معي، بس جيت وصلت سطح الجبل يعني 17,000 ما قدرت اكمل، يعني قدرت بدي اطلع على كامب واحد لو 19,000 وعدت تقريبا شهر انزل واطلع واحاول بس ما قدرت، وانا كثير بامن بالشغله انه الجبل راح يضل هناك دائما، المهم الواحد صحته. كنت مفكر طبعا كان جايني سبونسر جديد، تعرف هاي الشغله بدها دعم وكذا، وكان وقتها سمو الامير علي وسمو الاميره هيا يعني ساعدوني ما قصروا معي، وما توفقت ورجعت انا من الجبل، كنت كثير يعني منهمك وتعبان وكنت محبط طبعا كنت محبط، بس بنفس الوقت كنت بس طلعت من كاتماندو وصلت على عمان عرفت اني بدي ارجع بشهر يعني ب 2008 قلت لازم ارجع ب 2008 بعد كم سنه تقريبا 3 سنوات يعني لا بعدها بسنه بالضبط رجعت ايه 2008 وحضرت حالك يعني كان في تمارين اضافيه تمارين اضافيه كان يعني كان تحضير كبير طبعا يعني للشيء الوحيد اللي كنت بدي اياه والدعم الرحله هاي بتعرف لسه انا ما كنتش لسه عم بسوي الهاي وكنت عم بشتغل شغل بسيط وبعدين قررت انه ما كان طبعا جاي دعم 2008 قررت كان عندي شقتي والسياره وكذا بعت كل شيء اللي فوقي واللي تحتي وقلت ها
هاي السنة 2008 هي سنتي، يعني هاي راح تكون سنتي. بعد كل شيء. بعد كل شيء طبعاً، لأنه خلص مع هليكوبتر لكاتماندو بعدين طلعت على عمان. والمرة الثانية كمان. ب 2007 صار معي chest infection، يعني التهاب صدري صار معي. بس جيت وصلت سطح الجبل يعني 17,000 ما قدرت أكمل، يعني قدرت بدي أطلع على كامب واحد بترافقك وبيكون معك اثنين جايد اللي هم دارسين الموضوع هذا كلياته، وإذا بيصير فيك شيء بيقدروا يساعدوك ينزلوك. هاي المرحلة بس رحت لحالي وأخذت معي واحد شيربا من أهل الجبل. كمان مصاري لتوفر، يعني توفرت أنا تقريبا 35,000 دولار، يعني كانت مدعن عن بتقول انت 65-70,000 دولار بتكلف مع الشركه، يعني 50%. بس انت الشيء الوحيد اللي بيختلف انه اذا بيصير فيك شيء بيقدروا ينزلوك، مع البني ادم لحالك ما في، بده يصير شيء بدك انت تقدر يعني انت بالمره الثالثه كان ما معك مصاري بقى، صرفت كل مصرياتك على هالرحله، عم تطلع من دون حمايه وناوي توصل. اها خلص. يعني هاي كانت بدي احكي لك، يعني كانت هي سنتي خلص، حسيت انا من قلبي انه هاي سنتي وهاي السنه راح اتسلق فيها إيفرست. وبعدين انا بقول لك انت لما تكون رايح بال2005 بال2007 وعم بتشوف كل هاي المخاطر وعم ترجع ولساتك ما صار فيك شيء، يعني انت عم بتسوي شيء. يعني انا الانجازي انه ما صار في شيء، ما متت، رجعت وحاولت مرة تانية ورجعت وحاولت مرة تانية. هي المحاولة هي أهم شيء. هلأ أول إنسان بتسلق إيفرست اللي هو هيلاري بال53 تسلقها من ثالث مرة، في ناس من رابع من خمس مرة، في ناس من أول مرة، على حسب شو بيصير معك. بس إصراري وتحدية أني بدي أتسلقه، بدي أتسلقه. هي شو بتمشي، يعني تكون عم تمشي أو في إلى هي 29,500 قدم، يعني أكنه 9 كيلو وطلوع عم تطلعهم. انت لما توصل كاتماندو عاصمه نيبال تاخذ طياره صغيره على لوكلا، لوكلا تقريبا 12,000 قدم، بدك تمشي من لوكلا لإيفرست بيس كامب سطح الجبل بدك تاخذ 14 يوم، تنزل بقرى بتنام فيها وثاني يوم تطلع قبل ما توصل لسطح الجبل. سطح الجبل بده يكون بيتك لمده يعني شهرين. هلا بسطح الجبل بده يكون سطح الجبل تقريبا يعني بده يكون زي ملعبين كرة قدم، في 500 بني آدم جايين من جميع أنحاء العالم بدهم يتسلقوا القمة. نعم، نحن على كل الأحوال أنت عم تحكي فينا نشوف وراك الرحلة، يعني مشاهد من يعني صعودك إلى هذه القمة ووصولك إلى أعلى الجبل. كم يوم لازم تاخذ من السفح إلى القمة؟ أنا أخذتني 72 يوم كلها. 72 يوم أخذتني، لأني هي مفروض أنت بتبلش تتسلق بعشرة خمسة 12-5، بس أنا كنت بدي أتسلق بعيد الاستقلال الأردني، يعني كنت بدي أعملها تكون شغلة وأهديها لجلالة الملك وأهديها للشعب الأردني. فضليتني صابر، يعني مفروض تأخذ 60 يوم بس أنا صبرت، يعني عادت بالجبل أكثر من هالفترة عشان أوصل بعيد الاستقلال. نعم، وهي يعني في محطات توقف فيها، في أربع كامبات، البيس كامب بعدين كامب واحد، كامب اثنين ثلاثة أربعة. بتطلع من بيس كامب أنت بتوصل على كامب واحد تقريبا 12 ساعة، بتنام ليلة وبتنزل على البيس كامب مرة تانية، بتنام ليلة ليلتين، بتطلع على كامب واحد، بتنام ليلة، بتروح على كامب اثنين، بتنام ليلة، بتنزل على كامب واحد، بتنزل على البيس كامب، عشان جسمك يتهيأ. أنت عم تطلع الطلوع بتطلع وبعد بعد 15-16,000 قدم الأكسجين عم بقل، الضغط الجوي، فما بتقدر تطلع مرة واحدة هيك، لازم تهيئ جسمك للارتفاعات هاي. يعني انت كأنه اذا بدنا نتخيلها كأنه بطيارة من بيروت لدبي على هالارتفاع، على الارتفاع هاي. وبعد ما توصل لانت 26,000 هذا بسموه خط الموت، يعني خلص جسمك ما عم بيعرف ايش عم بيصير. قد ايه الخط؟ 26,000 قدم، يعني انت بتركب الاكسجين بعدها 23 بس 26 بتركب الاكسجين، يعني اي شيء بيصير بانبوبه الاكسجين سلام. وبتكون حاسس انه ما عم تتنفس بقى؟ طبعا انت لما تمشي ما عم تمشي مشي عادي، بتمشي خطوه خطوتين الثالثه بتوقف بتعمل هيك خطوه خطوتين ثلاثه، هاي بعد ال 14-15. لا بسبب الاكسجين، بسبب الاكسجين. طب بالضغط الجسم يعني تكون عم تمشي كمان مشيت او عم بتطير يعني بتمشي بتطلع في تسلق في بيكون في مثلا، بس تكون حاسس بجسمك بهالارتفاع، يعني هي في هال يعني بعد خط الموت بتصير مش حاسس بالتوازن. ما بتحس بشيء، شوف الشيء اللي بتحس فيه الوحيد اجرك،
يعني انت عم تمشي خطوتين هاي اللي شايفه، بعدين انت ما تطلع 10 بالليل بتكون الدنيا ليل، يعني ما بتشوف شيء، ما بتشوف الإشي اللي بتشوفه، بس اللي قدامك يعني، بس 5 متر قدامك بس، ما بتشوف إشي تاني من الضوء اللي عم تمشي فيه. انت ما بتمشي بالنهار؟ بالنهار بتمشي طبعا، بس لما تكون بارتفاع طويل، لما بدك تيجي تطلع على القمه بليله القمه بدك تروح بالليل، علشان ما، لانه الرياح بتشتد اكثر بال يعني العصريات. بس لما بدك تطلع من البيس كام تطلع على 5 الصبح مثلا، 4 الصبح، عشان تعبر شيء بسموه الايس فول، هيك كلياتها مكعبات ثلج نازله، لازم تكون تعبرها قبل الساعه 12 عشان الشمس ما تضرب عليها وتصير تسيح، وهون بيصير الخطورات، يعني هون الناس بتموت وبيصير معهم حوادث. وبكون انت شو بتكون عم بتشوف يعني بهالمرحله؟ شوف، زي ما الشيء اللي بتشوفه انت اللي قدامك، هاي وحده. بعدين بس تكون كله ابيض؟ كله ابيض. بعدين في مناطق مثلا البيس كان في صخر، نعم. في صخر، بس لما تطلع كله ابيض قدامك، كله ابيض. بس بتشوف انت، شوف المناظر اللي بتشوفها الحلوه. انت لما تصير فوق السحاب بصير السحاب تحتك 3000 قدم تحتك السحاب. لما الشمس ما عم تطلع، عم تطلع من بين الغيوم، عم بتشوف المناظر هاي اللي بتشوفها والالوان والشهب والكذا، يعني هاي هي الثمن اللي عم بتسويه انت، انه ما حدا بالدنيا عم بيشوفه الا ناس قليله، يعني هذا الشيء اللي عم بتشوفه. بس تفكيريا وجسمك الشيء الوحيد اللي انت عم تحكي مع حالك. هلا انت لما تمشي انت 15 ساعة لا بتحكي مع حدا ولا حدا بيحكي معك، بتكون الرياء يعني ما حد سامعك ولا انت سامع حدا، بينك وبين كل حدا تقريبا 5 متر، ماشي لحالك كل يوم عم تمشي 10 ساعات، يعني كل مخك اللي عم بيشتغل، بتحكي مع نفسك، بتقرا شغلات متعلمها، بتحفظ يعني. واذا بس بدك تنام وين تنام؟ بتنام هلا بالبيس كامب، بتنام بالخيمة، كامب واحد واثنين كله خيم، كل بتنام بس بين كامب وكامب ما في نوم طبعا. بين كامب وكامب انت بتقطع 7-8 ساعات قبل ما توصل كامب 1، 7-8 ساعات توصل كامب 2، 10 ساعات بتوصل كامب 3. بعدين لما تروح على القمه بدها تاخذ تقريبا رايح ونازل لكامب 2 بدها تاخذ تقريبا 26 ساعه اخذتني. بس كل الوقت بدك يعني بتوصل قبل بالقمه من القمه شوي وبترجع؟ لا خلص انت وصلت على 26000، بس توصل 26000 خلص بدك تطلع، ما في رجعه، لانه بسموه شيء بسموه ويندو، شبابيك، يعني الشبابيك هاي بدك 3 ايام يكون الجو فيهم حلو، ما يكون في رياح كبيره، والدرجه الحراره ما هي بتنزل من مثلا تحت ال20 لتحت 45. انا ما طلعت من كامب 4، على حسب باي موقف انت فيه، ما دام ما في رياح شديده بتكون اسهل. لما تكون في رياح شديده بيكون برد، اجيك ايديك ببردوا، اجريك بتبردوا، بيصير معك نفسيا، بتكون انت عم بتصارع صراع، نعم. بيصير معك وجسمك ما بيحمل يعني. لا جسمك انت بشو بتكون بهالوقت؟ هيدا البدله اللي لابسها شو بتكون؟ هاي بلبس البدله اللي لابسها انت اللي هي الداون سوت بسموها، بتكون بتحميك للحراره او هي للتقل او لا بتحميك من البرد، تحميك انت من البرد، بتكون لابس تحتها كمان شغلات، وبتكون حاطط مثلا المي جوا والاكل عشان ما يتلج، يعني هاي هي انت هون بتتكل على حراره جسمك يعني بهالمرحله، حراره جسمك، يعني انت لما تسكر كل شيء وتغطي حالك حراره جسمك هي اللي بتشتغل. شو مره خانتك حراره جسمك يعني حسيت؟ طبعا خانتني يمكن بالمحيط المتجمد الجنوبي، واحنا طالعين على القمه، ليله طالعين على القمه صارت رياح شديده تقريبا 80 كيلو متر بالساعه، قعدنا كلياتنا وحطينا زي شلتر هيك، وما يعني البرد اللي حسيته ما فكرت رح اتلج وقاعدين ومش رح نتحرك. هي تحدي للجسم اول شيء بيطلع، قبل ما تكون عم تتحدى العالم انت عم تتحدى جسمك بهالرحله. جسمك هو صراع، زي اكنك داخل بحرب، انت داخل بحرب وعم بتعمل يعني بتحاول بكل طريقه تكتيكاتك، عم بتحاول بالتكتك شوي شوي كيف بدك توصل للمرحله اللي جاي. انا بدي امشي ساعه وبعد الساعه بدي اوقف 10 دقائق عشان اشرب شويه مي واكل لي لقمه واحرك كمان مره. فالتكتيك معك ساعه، كل ما عم بتكتك لكل شغله لهي الساعه اللي بتكتك فيها، بس عقلك هو اللي شغال، انت جسمك عم تمشي خطوه خطوه، يعني بتسحب اجرك سحب، هو هون اللي عم بيشتغل جسمك يعني طبعا عملوا هم في زي ريسيرش بجبل ايفرست، كان في 50 دكتور اجوا من بريطانيا، عملوا بقول لك جسم الانسان بعد 26000 قدم اكنك بغيبوبه،
هلا اللي بغيبوبه ما عم بسمع، يعني بسمع الناس بس ما بقدر يحكي ولا بتحرك، فهم مستغربين كيف جسم الانسان عم اكشلي بمشي بهالارتفاع هاي وعم بمشي حاله. فانت جسمك يعني كونفيوز، بس عقلك اللي عم ماشي. نعم. طب شو الصوت فوق على بعد 26؟ شوف لما في صوت الصوت الصبح لما تطلع بالعشرة بالليل الرياح، صوت الرياح يعني هاي اللي بتسمعه بس، وبتسمع صوت يعني الحديد اللي بإجرك، ما انت مركب حدايد وعم تطلع، هاي اللي بتسمعه يعني شخ شخ شخ، وبتسمع نفسك. ما في لنقول زقزقة العصافير ولا زقزقة العصافير ولا خفيف الأشجار، ما في شيء. ما في شيء، لا ما في شيء. ما عم بتشوف انت قدامك، بتشوف زي الضواو، كل واحد حاطط الضوء شو اسمه، عم بتشوف الضواو عم تطلع بس ما بتشوف شيء ثاني، وما حدا بيقدر يحكي مع حدا يعني. ما حدا، حدا فاضي لحدا. طب مزبوط بتشوف جثث على الطريق؟ شوف بإيفرست هلا في تقريبا 270 جثه، يعني هاي السنه هلا ب 2008 خلص هلا طايل كمان اسبوع لإيفرست، 11 ماتوا، بيموت كل سنه، في جثث بتضلها زي ما هي موجوده ما بتقدر تنزلها، اي شيء بعد ال 23,000 ما بتقدر تنزله خلاص بضل مكانه، لانه بدك تروح تستاجر فريق كامل مكون من 10 15 شخص وبده يكلفك حوالي 120,000 دولار عشان تنزل جسم واحد، فبضلوا زي ما هم. انا بتذكر لما طلعنا انا والشيربة تبعي طلعنا بوقتها لانه كنت لحالي مش مع تيم، كنت يعني مسرع شوي يعني، كنا طالعين سابقين كثير ناس يعني نعبر عن ناس، وصلنا على تقريبا 28,800 وشفنا كان في واحد سويسري طالع بده يتسلق إيفرست بدون اكسجين وما كان معه لا راديو ولا شيربا، وشفناه قاعد يعني كنا سامعين عنه بس ما نزل يعني، ما عارفين ناس انه مش نازل، وشفناه قاعد الشمس عم تطلع شوي شوي وشافوا الشيربا تبعي، راح قلت له طيب نقدر نسوي له شيء، راح علشان يقدر يعطيه اكسجين ولا شيء، بس حنكو كان هيك زي الخشب، فعرفنا انه ما راح، ما في منه يعني، انت بتحس انه عايش يعني بوقتها، انت مركب كل شيء ومتشايف يعني عم شغال بحالك، مش قادر شغال بانسان ثاني. بعدين قال لي شيربا خلينا بس نطلعه هيك شوي مشان الشمس تضرب فيه اذا بكون شيء ثاني، وما حدا بيقدر يحكي مع حدا يعني، ما حدا، حدا فاضي لحدا. طب مزبوط بتشوف جثث على الطريق؟ شوف بإيفرست هلا في تقريبا 270 جثه، يعني هاي السنه هلا ب 2008 خلص هلا طايل كمان اسبوع لإيفرست، 11 تطلع وتنزل، طلوع الجبل طلوعه لفوق هذا نص الطريق، النزول نص الطريق الثاني، يعني طلوعه بتقدر تطلع وبيكون عندك الهاي الموتيفيشن انك تطلع وتوقف على القمه، بس رجوعه راح صعب. 92% من الناس اللي بتتسلق إيفرست تسلقوا وطلعوا فوق وبصير معهم الحوادث وهم نازلين. نعم، هاي الجمله اللي قلتها من وين هلا طلعت ببالك؟ او هي واحد يعني وصولي يعني للقمه هي نص الطريق، نص الطريق ايه، يعني معروفه زي ما نعم. تقول متداوله بين المتسلقين نعم. او شيء، لانه اليوم حدا يعني احد اصدقائي على تويتر امين ابو ديوان قال، وكانت يعني جمله حسيتها كثير حلوه، انه الوصول الى القمه هي نصف الهدف، نصف الهدف او نصف المشوار، والنصف الثاني هو النزول من القمه اللي كمان بيتطلب فن. بس يعني فكره انك تشوف الموت وعم بتشوف ناس مجمده، يعني ناس يعني جمد الموت فيها، مش انه مش ميته، هي عايشه بس مثل حاطتها بالفريزر، صعبه يعني انه صعبه. انت عم بتشوف منظر يعني، انا شفت واحد اسمه روب هول مات بال 96، صار في حادثه كبيره بالجبل تقريبا 16 واحد ماتوا فيه. روب هول لما مات وهو عم بيموت كان بالراديو مرته حامل 9 اشهر وعم بيحكي فيها بالراديو، وهم حاطينها على الساتلايت فون وعم تحكي معاه، وهو ما عارفين اللي تحت انه خلص ما راح، ما في منه شيء، وهو بيتجمد، وهو عم بيتجمد عم بيموت يعني. هلا لما يتجمد الواحد لما قاعد، انت بتشوفه حتى السويسري لما شفناه بيصير يشيل بيشيل كفوفه، بيشيل الطاقيه اللي براسه، بقعد يسحب الجاكيتات اللي لابسها لانه عم بحس انه هو حرارته عم تطلع،
هو الحراره ما عم تطلع، انت درجه الحراره من تحت السبعين او شيء، بس هو بحس لانه عم بتجمد اصابعك انت. لما انا اصابعي تجمد وحسيتهم زي النار، اكنه نار يعني، عرفت؟ بدي احط عليهم ثلج او شيء، بس ما المفروض ما تسوي هالشغلات هاي. فلما في ناس بتشوفها قاعده، في ناس تحت جاي هيك يعني بتشوف جسمها تحت الثلج جاي، في واحد ايده طالعه، واحد بس اجره هيك، واحد على 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 وجهه، يعني بشوف مناظر كثير تتاثر فيها اكيد. بس انا بقول تمام يعني، هاو ناس يعني جمدت حياتهم بلحظه على قمه جبل، صاروا جزء من الجبل، صاروا جزء من الجبل. وانا بقول لك هم ماتوا بيسوي شيء بحبوه، يعني تطلع هلا بسياره. نحن بعتقد عم نشوف اجرك هون، هاي اصبعي بعد ما كنت بالمحيط المتجمد هون. هو هيك بتتجمد يعني؟ تتجمد وبدها فتره عبين ما هون مثلج يعني. مثلج مثلج يعني. وفي اضرار؟ تترك اضرار؟ تترك يعني. هلا عندي انا الاضفارين الكبار خلص بيطلعوا هيك بتسحب. جمد الموت فيها، مش انه مش ميتة، هي عايشة بس مثل حاطتها بالفريزر. صعبة يعني انه صعبة. انت عم بتشوف منظر يعني، انا شفت واحد اسمه روب هول، روب هول مات بال 96، صار في حد كبير بالجبل. وانت مبسوط؟ رح اتوقف مع استراحة اعلانية ونرجع بنكفي هالحلقة من سيرة مفرحة. لأي ملاحظة أو تعليق zavenonline.com. سيري وانفتحت مستمر معكم على الرقم 01-48-48-70. إذن عودة لسيري وانفتحت مع البطل الأردني مصطفى سلامي. وقفنا شوي الاتصالات بس لنقدر يعني نحكي ونستمتع بالقصة. رح نكفي اتصالاتكم على الارقام الموجوده على الشاشه من لبنان ومن خارج لبنان طبعا، ما تنسوا 00961 ببدايه الرقم. بعدني على فكره انه الناس الميته على الطريق، قلت اكثر من 200 جثه، بتصورون شيء انتم طالعين او يعني؟ شوف احتراما للناس ما بتصور، لانه طبعا له اهل، له اخو اخت جوز، فما بتصور يعني، بتحاول انه بتبعد عن الشغلات هاي. وبعدين اقول لك ما بتكون فاضي، اوكي وانت نازل يمكن بتكون شوي هاي، بس يعني اكيد في صور كثير على الانترنت، بس يعني انا ما صورت. ما صورت وكفيت الرحله؟ كفيت الرحله وصلت انا على القمه. انا عاده اذا بوصل وصلت بعيد الوطن الاردني، بعيد الوطن الاستقلال الاردني. وعاده انا اول ما اوصل على القمه الشيء الوحيد اللي يعني الشيء اول شيء بسويه بأذن وبصلي ركعتين، وبعدين بحكي مع امي وابوي. ولما كنت انا على قمه ايفرست حكيت يعني مع جلاله الملك عبد الله وباركت له في عيد الاستقلال الاردني. ووعدنا وكيف تكون عم تحكي عادي او عم تصرخ او معك اللي هو الساتلايت فون ثريا تحكي؟ شوف يعني الجو لما كنت انا موجود فيه كان ما كان في رياح، كان كثير حلو وهادي، وانت بعدين انت فوق السحاب 3000 4000 قدم، سما زرقاء، بتكون شايف الغيوم تحت. طبعا بتشوف الغيوم، بتشوف القمم الثانيه اللي كلياتها 26 27 طالعه من تحت الغيوم. رح خليني ارجع اسالك سؤال سالك يا علي ببدايه الحلقه، شو بتحس انت وفوق؟ يعني انت وفوق الغيوم بحراره، يعني ما في حراره، عم نحكي 70 درجه تحت الصفر، شو بتكون حاسس يعني بعظمة شو؟ عظمتك، عظمة الطبيعة؟ لا عظمة الله طبعا، بدك عظمة الخالق اللي خالق كل هاي اللي حوالينا. ما بتحسش انت بنفسك، بتشوف حالك زي نقطة ولا شيء، عرفت؟ هو انت بتحس بعظمة ربنا وكيف كيف هاي الدنيا اصلا مخلوقة هيك، لما عم بتشوف هاي الشغلات اللي حواليك. سألنا مشاهدي سيرة وفتحت شو أول شيء بيعملوه بس يوصلوا على أعلى قمة جبل، خلينا نشوف شو جاوب. إذا طلعت على أعلى قمة بالعالم شو برأيك أول شيء بتعمله؟ بسقع، انتحر دغري من وضع هالبلد اللي عايشينه، عن جد شيء كثير. يمكن انتحر. ما بفكر بالموضوع.
اصلي ركعتين لله عز وجل وصولي بالسلامه. اول شغله بعملها بصلي بايدي على وجهي اول شغله، وثاني شغله بحط على لبنان برفعه عالي. نحن عندنا دائما اللبنانيه بنكون اعلى قمه بالعالم كل عمرنا. بتمنى السلام والمحبه للكون كله. يعني كلبنانيه بدي اعمل مثل ما بيعملوا اللبنانيه عاده، بيورجوا حالهم قدام العالم، بحطوا علم لبناني على القمه. بزرع علم لبنان. جرب اني ما اشوف شيء تحت. ادعي للامه العربيه والامه الاسلاميه بالخير والامان والامن. حط علامه فوق انه انا كنت اعلى قمه بالعالم، خلي شيء يذكرني بهيدا الشيء. شو بعتقد اني راح اعمل؟ ما بعرف اقعد بارجل. من فوق راح باخذ اكثر صور ممكن للذكرى. شوف اذا بيسمعوا صوتي كل هالسياسيه وبقول لهم طموا حالكم. اكيد بصرخ ايه لحتى فيش خلقي. بحلم اطلع اكثر من قمه جبل، يعني خلي الواحد يشوف الوجه الاخر للكوكب الارضي من مطارح ثاني بعيد عن كثير عالم. هو الارض اجمل، العالم اجمل من اعلى قمه بالعالم. طبعا طبعا، انت شوف الاجمل الناس، مش هلا الارض بتروح على اي ارض، اي ارض بتزورها باي مكان بتروح، الارض هي الارض، هي الناس اللي بتكون موجوده هي اللي بتحلي المكان. انت وفوق طبعا معك الشيرفا، يعني مرافقك النيبالي المعطر اللي بيطلع وبينزل، في غير اشخاص كانوا كمان؟ هلا انا ما وصلت، اول ما وصلت كنت كان في واحد سويدي مع اثنين، واحنا كنا ثاني ناس بنوصل على القمه. بعدها ب 45 دقيقه بالضبط انا والشيربا لحالنا 45 دقيقه كنا قاعدين على القمه، واحنا نازلين على هيلاري ستيب تقريبا 29000 كان عم بيطلع قاعدين بيجوا ببلشوا يجوا طبعا. واحنا نازلين. نعم. طبعا يعني اتصلت بجلاله الملك، اتصلت باهلك، قلت وبعدين شو عملت؟ وبعدين طلعت بالشيربة تبعي وقلت له الشغل الجد اجى هلا بدنا ننزل. طبعا انا ما عملت شيء ثاني ابدا، يعني ما قعدت. طبعا قعدت، قعدنا انا وياه وطبعا رفعت العلم واخذنا صور وقعدت، يعني قعدنا انا وياه هيك، قعدت بس اطلع حوالي، عرفت يعني كان الإشي هيك ايموشنال. شو فكرت؟ فكرت شو بدي اسوي بعدين هلا. فكرت ايش، قعدت افكر بالقمه اللي جاي. بس طبعا يعني احساس بيكون ما بتقدر توصفه. نعم. لما يعني حكيت بيك شو قلت له؟ ولا شيء. اول ما حكيت بي قلت له ابي، يعني بي كان سهران، لا لانه كانت 3:30 الصبح بالاردن، 3:50 الصبح كانت بالاردن. اتصلت بالملك بهالوقت؟ اتصلت ما حدش، يعني الملك اتصل في بعدين طبعا لانه نعم. كان الوقت شوي متاخر، انا حكيت مع الديوان بس. نعم. كان فكرني بمزح اللي على التليفون، بس حكيت مع بي. دقيت على الديوان؟ دقيت طبعا، قلت له ما انا مصطفى سلامي عم بحكي مع على قمه في العالم، بدي احكي مع جلاله الملك عبد الله الثاني. قال لي يا صباح يا عليم يا فتاح يا حبيبي، مسكر الخط. قلت اوكي مش راح تزبط الشغله. قلت هيك بستنى عبين. بعدين حكيت مع سمو الامير علي بالموبايل تبعه وحكى لسيدنا انه مضبوطه مضبوطه الخبريه مضبوطه. وبيك؟ بي حكى لي، وامي قالت لي روحي ما الله يرضى عليك ويحبب الناس لك، ونزلت. قلت لها ما قلت له شيء هيك؟ قلت له يا بي بدي خبرك سر مثلا هلا. ما في سر. انا لما حكيت مع ابوي كان ابوي كثير اعصابه متوتره اصلا، يعني كان سهران طول الليل لانه بيعرف الخطوره وبيعرف انه لحالي ما رحتش مع تيم، فكان كثير معصب. وامي كمان، حتى امي ما كناش حاكين لها بالضبط شو اللي صار، صحاها ابوي حكيت معها. قلت لها لنا طالع على جبل المريخ. قلت لها على جبل النظيف طالع. حسيت يعني كمان بلحظتها انه انت عم توفي دين لوالدك، لانه بلشت انه يعني عائله كبيره وكنت مضطر تشتغل تساعدهم ويساعدوك. طبعا يعني هي يعني ابوي مثلي الاعلى، ويعني بكفي انه فخور فيي، هاي بتكفي يعني بتكفي كل شيء، واني وصلت للمرحله هاي وصلت بنفسي، يعني ما كان اي حدا. قال لك شي جمله هيك وقت بيك ما بتنساها؟ قال لي يابا المهم انك تنزل وتيجي وتحكي قصتك، وهي المنسف جاهز وجبنا لك جميد كركي كمان. رح ناخذ هاني. مساء الخير هاني. مساء الخير بابين، كيفك؟ تعال تفضل. انا اول شيء بدي اتشكرك انه انت عم بتتيح هيك فرصه لمصطفى انه يحكي عن الرحله اللي عملها وعن المشاريع اللي حابه يعملها لقدام،
وبدي احكي لمصطفى شغله كثير حلوه. انا كان لي الشرف اني قابلته على اللي بشتغل مع اخوه في الاردن هون، فكتير كتير شيء بيشرفنا، وكتير شيء انا فخور كتير انه شخص مثل مصطفى طلع من الاردن وكان من الناس اللي كتير قلال اللي تسلقوا هيك قمه كتير عاليه، وجد عم بيعطيني حافز انه يعني انا بحس انه قصتي مثل قصته، انه هو بلش من الصفر زي ما بقوله، وانا حاسس انه هلا بلشت من الصفر. يعني هلا بدي ادرس، بدي اطلع على بريطانيا ادرس ماستر دكتوراه، مع انه انا ما كنت قبل شيء 3-4 سنين ما كنت شيء، وهلا حاسس انه ان شاء الله الفرصه قدامي، وخاصه بعد ما شفت هلا المقابله هاي تبعت مصطفى، انه كثير شيء حلو انه الواحد يحقق حلم موجود عنده، مهما كان حلم صعب ومهما كان يحسه انه كبير، بس اذا صمم عليه واذا حس انه بيقدر يسويه بيقدر يعمله. شكرا لك هاني، شكرا، رح توقف مع استراحة ونرجع من كفة الحلقة من سيري وانفتحت. سيري وانفتحت مستمر معكم على الرقم 01-48-48-70. سيري وانفتحت مستمر معكم على الرقم 01-48-48-70. لسيرة انفتحت. يبدو يعني اليوم تحولت الشاشة إلى مصدر إلهام لكثير من المشاهدين عبر zavenonline.com وعبر التويتر، كل واحد عم يحكي أنه الأفرست بحياته، كل شخص مصطفى سلامة عنده حلم، عنده أفرست، عنده أعلى قمة. أحياناً ملاحقة الأحلام بتكون ضرب من الجنون، اللي بيوصلوا مثلك بيحتفلوا، واللي ما بيوصلوا يمكن بيقضوا كل حياتهم يعني يا عايشين الأسى أو عايشين الفخر أنه نجربوا وما تجابنوا قدام أحلامهم. يعني بعتقد هذه أهم شيء، واحد ما يكون جبان قدام حلمه. أكيد يعني يكون في عنده، أول شيء يكون عنده الإصرار. إشي كتير مهم أنه أنت عم بدك تعرف شو الإيفرست بحياتك. كل واحد الإيفرست هو مش القمة الجبل، الإيفرست بيكون أي شيء بحياتك أنت، يمكن تعليمك، يمكن يكون يعني عملك، فانت بدك تركز عليه وتغير. اذا في اشياء بدك تغيرها بنفسك غيرها علشان تحقق الحلم هاي، وبعدين بعد ما تحقق الحلم في احلام تيجي اكثر واكبر واكبر واكبر. نعم. وبدك تحققها وتحققها. نعم. طب انت وماشي، انا بعده راسي بهالمشي، بتكون عم تسمع شيء؟ شو بسمع؟ يعني انا بسمع الصبحيات دائما، مثلا لما بدي اجي اطلع مثلا بسمع قران، بعدين بسمع لمثلا كثير ناس بسمعهم هيك زي راغب علامه، كثير كثير بسمع له دائما على الجبل، عبد الله رويشد، ماجد الرومي، بعدين بسمع شويه اجنبي، وبعدين مرات خلص لما ترتع ارتفاع عاليه بتسمع الشيء بدك تكون مركز 100%. ولما تكون عم تسمع هالاغاني يعني راغب علامه، ماجد الرومي، عبد الله رويشد، قلت هالثلاثه او في غيرهم كمان؟ في غير بس هدول الاساسيات. اكثر شيء بياثروا فيك بيعطوك دافع تطلع او تنزل؟ يعني بخلوك بعطيك شوية يعني جو انت طالع وكذا هيك احفازات، يعني عرفت؟ لانه في شيء ما عم تحكي مع حدا ولا عم بحكي معك ولا فعايش انت بكيانك وبخيالك قاعد. نعم. رح ناخد اخر اتصال بحلقتنا. عامر من الاردن، تفضل. الو، مرحبا زبين. يا هلا، كيف الحال؟ ماشي الحال، تفضل عامر. انا حابب اسلم على مصطفى سلامه، هو حبيبي، انا بعرفه، كان عندي قبل شهر عندي بإذاعة أيام اف ام بالأردن. الله يخليك، الله يخليك عامر. كيف يا مصطفى؟ الله يسعدك عامر، ثانك يو حبيبي. أنا حبينا هلا بتطلع على الفيوتشر، بتطلع شفتك فكثير حبيت أسلم عليك وهالطلة الحلوة. الله يسعدك. بشكر زفينا على الشغل كثير حلو هذا اللي عم بيحكي عن قضايا كثير وعن وحكى عن الإنجازات تبعتك، أنت فخر لنا مصطفى، للأردن وللعرب كلهم يعني. الله يخليك، الله يخليك. وأنا إن شاء الله يعني إن شاء الله بس ترجع على خير، خلي لازم نلتقي ونقعد. نعم. إن شاء الله كمان. شكرا، شكرا لك. نعم. شكرا لك عامر. نحن بعد عنا دقيقتين، قلت ببداية الحلقة إنه حلمك يعني في ناس لازم تخلص أحلامهم، يبدو أنت ما رح تخلص أحلامك. حلمك المقبل هلا هو جبل بالقارة الأسترالية اللي بتكون هيك يعني عملت القمم السبع بالعالم، وبعدين السباق لجمع التبرعات من أجل قضية السرطان ومركز الحسين للسرطان في عمان. والتحدي الأكبر إنه هالمرة مش بس عم تطلع على جبل،
جبل صغير مع انه بس عم تاخذ معك 12 شخصيه اردنيه. في انا كمان كنت معكم مساء ولازم اكيد 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 قلت لك اهلا وسهلا بتقدر نعم. تيجي فضي حالك بس اول شيء بنسان ما هي من 1/8 ل من 1 سوري 4 ل معقوله تنسوا شيء فوق؟ ايه يعني معقوله تنسوا شيء على القمه؟ اه يعني بتترك شغله على القمه قصدك؟ في ناس بيتركوا شغلات انت كذا. تركت شيء انا تركت شغله هيك تركتها يعني اخذتها من ناس في يعني اصدقاء لنا في اعطوني هيك ليدي فاطمه اعطوني اياها اخذها معي تركتها هيك وبدي ارجعها اعطيها لبنتها لما تكبر شوي بتقدر في ناس بيخلوا بيتركوا صور انا رفعت اخذت معي صور ابني اخذت معي صوره امي وابوي مسكتها صوره جلاله الملك يعني بتاخذ شغلات هيك وبعدين بعد ما تمسك الصوره بترميها بالهواء هيك مشان تطلع بتكون انت بنبال يمكن تنزل على الصين يمكن على باكستان على افغانستان واحده من هالدول عاد يصير يقول لك مين البني ادم نعم شكرا لك مصطفى سلامي على كل يعني حب اعطيتنا اياه على كل يعني ثقه خليتنا نرجع نوثق فيها وبعتقد العالم العربي اليوم يعني بلحظه هو احوج فيها الى انه يرجع يؤمن بحلمه هلا عم تعطي محاضرات من نوع التحفيز نعم بالعالم العربي وبالعالم شو عم تلاحظ من الشباب او من يعني المشاهدين اللي عم بيكونوا بهالمحاضرات اللي عم يحضروا فيها يعني اكثر محاضرات تسويها مثلا المدارس طلاب المدارس بيكون يعني بتحفزهم بدهم اول شيء لا يتسلقوا ايفرست كذا انت بتركز على الدراسه تبعتهم بس هم بيقعدوا يفكروا شغلات وعلى حسب وين ما بروح مثلا شو بتكون القضيه كنت بمؤسسه الفكر العربي يعملوا بدبي ما بعد الربيع العربي سويت هناك 12 دقيقه كانت كثير حلوه كانت شو راح يكون حلمنا العربي احنا يعني انا بشوف حلمنا العربي انه كل هالبلاد العربيه تلتم وتصير ايد واحده بس هاي اكبر حلم راح يكون لنا وان شاء الله الله يوفقهم كلياتهم شكرا لك مصطفى سلامي بدنا نقول لك بالتوفيق بتموز باخر تحدي بالقمم السبعه وبس تكون فوق احكي لنا طمنا انك أكيد. وصلت بس هاي بدنا نعطيك اياها هاي من الاردن هيك يعني جرافي بس جاي على الحطه الاردنيه يا ريتك اعطيتني اياها كنت هاي من تصميم في عنا احنا كثير واحدة اسمها هامة حناوي مصممة أردنية وجبنا لك إياها يعني من الشعب الأردني هاي الله يسامحك لو أعطيتني أول حلقة كنت لبستها يلا هيها تلبسها الحلقة شكرا الجاي لك شكرا لك مصطفى بدي أقول للمشاهدين إلى اللقاء الأحد المقبل تصبحوا على خير وعلى ألف حلم شكرا